هو العلامة العلم أحمد ولنيني المولود في ستينيات القرن الماضي بمقاطعة أكجوجة شمال البلاد. درس في محضرة أهله حيث حفظ القرآن الكريم ضبطا وتجويدا 79,900 ألف، كما أكمل دراسة اللغة العربية وعلومها 83,900 ألف، ثم أصول الفقه 89,900 ألف. درس بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ليتخرج منه بشهادة الليسانس في الفقه وأصوله سنة 93,900 ألف. وفي سنة 2003 التحق بدار الحديث الحسنية بالرباط وحدة أصول الفقه وضوابطه في تفسير نصوص الشريعة، وتخرج منها سنة 2005 بدبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم الإسلامية. وفي الفترة ما بين 2006-2007 التحق بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس للحصول على الدكتوراه. الشيخ أحمد النيني أيضا هو عالم من علماء هذا البلد، وأيضا أسرته معروفة بالعلم، أيضا سليل العلم، وامتاز بتمسكه بالمذهب المالكي وبالعقيدة الأشعرية، وعضوا عليهم بالنواجذ ودعوته لهم، وشعوره بالمسؤولية اتجاه على أن هذا البلد على أنه عنده ثوابت يتوارث السلف عن الخلف، وهي المذهب الالتزام بالمذهب المالكي وبالعقيدة الأشعرية والدعوة إلى ذلك، والانفتاح أيضا مع حواره وقبوله لاستماع لأي شخص سواء كان لا يتبنى مشهور المذهب أيضا، ومحاولة إقناعه. بدأ الفقيه أحمد النيني مشواره المهني أستاذا للغة العربية ما بين سنوات 95-98,900 ألف. هذا العلم عرفناه متألقا شابا أولا في المعهد العالي، ثم خريجا منه متألقا في المحاضرات، ثم فقيها متقنا للمذهب المالكي ولشواهده، ثم إداريا متمرسا يقود الوزارات وينجح في الدبلوماسية. هو كان وما يزال ولله الحمد عالما من أعلام هذا البلد، ونرجو له مواصلة العطاء لأنه شاب ولله الحمد، ويزداد علما كما يزداد حكمة ولله الحمد مع السن ومع التجربة ومع معاطاة مشاكل التوجيه الإسلامي الذي هو قطاع غير مصنف. عرفناه من الستينات في هذا، معناها من التسعينات في هذا البلد، داعية إلى الله سبحانه وتعالى، عرفته المنابر، عرفته وسائل الإعلام، وهو الحمد لله ما زال يعطي الحمد لله العلم ولله الحمد، واستفاد منه جميع الحمد لله من يستمع إليه. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يديم في بقائه إن شاء الله تعالى، وأن ينفع بنا وبه، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، معروف في الساحة بمنهجه وباعتداله وبوسطيته. تقلد الفقيه أحمد النيني مناصب عديدة، من أهمها توليه وزارة الشؤون الإسلامية وإدارة المؤسسة الوطنية للأوقاف، كما تم تعيينه رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى، ثم عين مستشارا برئاسة الجمهورية. ومنذ سنة 1990 وهو محاضر ومفت معتمد لدى المؤسسات الإعلامية بالبلاد، شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية خارج وداخل البلد، وهو شيخ يدرس في محضرته الواقعة بمقاطعة عرافات بن وكشوط. لقينا عند العرب أنواع فيها ذاك اللي يخلق عاقب البناء، وذاك اللي يخلق عاقب السفر، ويخلق عاقب الميت. في شيء الشريعة لا ترغب فيه، وفي شيء رغبت فيه كيف الولائم هذه اللي تعدل عند المناسبات الاجتماعية. الفرع والعتيرة ما هو الإسلام، غير قلنا عند الشيء اللي يذبحها الإنسان بعد موت ميته عنها ما فيها بس. الأستاذ أحمد النيني ابن العلماء وابن المؤلفين الكبار آل محمد سالم، الذين ألفوا الريان وألفوا لوامع وألفوا ذلك الكتب، وعلموا الموريتانيين وعلموهم مختصر خليل بطريقة لا توجد في العالم. يمكث الشاب عندهم 4 سنوات فلا يستكمل فيها خليل كهرة ما يصبون بشرحه من العلوم والشواهد. تخرج على يد الفقيه العالم العلم
الكثير من العلماء والأئمة والدعاة إلى الله عمل على تطوير العمل الإسلامي، أطال الله عمر الفقيه العلم ونفعنا وجميع المسلمين ببركة علمه، إنه على كل شيء قدير.